البرومو عشان تعرفوا شو الحكاية وتشتركوا في القناة مرة واحدة. زي ما شفتوا من العنوان ماشين تريننج، الاعتماد الأساسي في تمرين هالأسبوع على المكائن. نجي لكلمات الأسبوع. هذا الأسبوع ما في كلمات لأن أغلب المصطلحات المستخدمة في الماشين تريننج هي نفسها نفس المصطلحات المستخدمة في الويت تريننج. تقدر تروح تراجع الحلقة من فوق. من المعروف انه في جدل كبير في عالم الفتنس والناس من قسمين لقسمين، قسم منحاز للماشين تريننج وقسم منحاز للفري ويت. راح استعرض لكم بعض من المقارنات بين الاثنين لعل وعسى تستنتجوا منها شيء لنفسكم. الاوزان الحرة اسعارها في متناول الجميع وتقدروا تشتروه للاستخدام المنزلي بينما المكان على النقيض تمام، بالاضافة الى المساحة والحيز اللي تاخذها الماكينة. عند استخدامك للأوزان الحرة فإنك أنت تقدر تحرك العضلة 3 dimensions بينما ما تقدر تسوي نفس الشيء على المكائن، لأنه تحريكك للعضلة في الماكينة معتمد أو محدود على تصميم الماكينة. الماكينة عادة مختصة بعضلة محددة بينما الأوزان الحرة مختصة بمجموعة من العضلات. الأوزان الحرة تقدم لك أقل ثبات، فهذا الشيء اللي يقول لنا انه فرصة الاصابات عند استخدام الاوزان الحرة اعلى. الجهد المبذول على المكائن عادة اقل من الجهد المبذول في الاوزان الحرة، عشان كده بقول الناس المبتدئين واللي عندهم اصابات انصحهم بالتوجه للمكائن اولا. الخبر الحلو في الموضوع انه هناك دائما وابدا بدائل للتمارين اللي تقدر تسووها على المكائن او على الاوزان الحرة. مثلا عندنا الكاف ريزز، ممكن نسوي الكاف ريزز باستخدام الاوزان الحرة، ممكن نسوي باستخدام المكائن، وفي امثلة غيرها مرة كثير. اتوقع ان هي كفاية، تعالوا نشوف سوا الفلوج. Bird machine. Check. الواحدة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا سووا لايك وتشاركوني تحت في الكومنتات إذا كنتم من محبين الأوزان الحرة أو من محبين المكائن. لا تنسوا تشاركوني تجاربكم على الهاشتاج سواء على تويتر أو على إنستغرام. لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع صحباتكم عشان يستفيدوا زيكم، وتسووا سبسكرايب وتضغطوا زر الجرس عشان حلقات كل أسبوع. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.